يعني انت واحد من النجوم اللي يعني كان سايب علامات كبيره في الكره المصريه وخاصه منتخب مصر، شايف رؤيه من الكابتن احمد حسن لمستقبل الكره المصريه وخاصه في ظل عدم يعني اختيار مدير فني لمنتخبنا الى الان؟ يعني الموضوع بقى صعب جدا، كل يوم بنسمع اسم بيترشح، كل يوم بنسمع يعني النهارده اسم خلاص اقترب بشكل كبير جدا، تاني يوم اسم بيقترب بشكل كبير جدا، تالت يوم اسم بيقترب بشكل كبير جدا، يعني الموضوع بقى صعب جدا. بص يا مهيب، بعيدا عن اختيار المدير الفني لمنتخب مصر طبعا، لان طبعا اكيد زي ما انت بتقول الموضوع كان لازم يحسم من فتره، ولكن خلاص يعني في لجنه جت. انا بس حال الكره المصريه هو ده الاهم. يعني احنا بجد بنروح من الأسوأ للأسوأ من الأسوأ للأسوأ. احنا نفسنا عندنا دوري قوي، خلي بالك انت بتتكلم من فتره مش بعيده قوي، احنا كنا الدوري الاقوى عربيا، احنا كنا الدوري الاقوى افريقيا، احنا في ناس سبقونا بشكل كبير، حتى دول شمال افريقيا، دول عربيه، فكل ده يعني بيحزن الواحد، بيحزن الواحد على حال المنظومه الرياضيه والى ما وصلنا اليه. نتمنى ان شاء الله باذن الله اللي جاي يختلف، نتمنى ان احنا عندنا دوري منتظم، نتمنى ان احنا نعتمد على الكفاءات وليست الاصدقاء او القريبين مننا، لاني يعني ايه انا شايف يعني ايه يعني ايه مش عديها مش عديها لا مش قصدي والله، يعني انا اقصد اني لا مش تقصد احنا تقصد ايه، انت قلت الاصدقاء والصحاب، هل هي ماشيه لا اصدقاء لا وصحاب؟ امال ايه قلت كده؟ لا، هي قبل كده كانت ماشيه محبه طبعا، يعني قبل كده كان في حاجات كتير كانت ماشيه بالمحبه، وفي حاجات كتير كانت ماشيه، وخلي بالك انا ما بتكلمش على تعيينات او الكلام ده او كده، انا بتكلم على انتظام وانضباط، يعني نظام وانضباط. يعني اقصد ان انا النهارده لما نفذ جدول منتظم عشان يبقى الكره المصريه كره قويه، اني لازم التزم بده، ان ما ينفعش بقى اني اصلي ده ياجل او ده يلغي مباراه. انت ما عندكش مانع ان انت تشتغل مع اي مدير فني يتم ترشيحه للاداره الفنيه لمنتخب مصر ايا كان الاسم من الخمسه طبعا اللي كلنا عارفينهم عارفينها؟ بص عايز اقول لك على حاجه، انا ما عنديش مشكله، انا كل الناس اللي موجودين او اللي احنا بنسمع اساميهم او اللي انا حتى بسمع اسمي اللي انا موجود، انا ببص في الاول وفي الاخر، انا ما اتمناه هو الصالح العام للكره المصريه، ده في الاول وفي الاخير. الحمد لله الحمد لله الواحد عنده اسم وتاريخ كبير جدا. انا اللي هيجي طبعا كلهم اصدقاء وكلهم حبايب وكلهم اتعاملنا مع بعض سواء داخل الملعب سواء خارج الملعب، سواء زميلنا بعض في الملاعب، سواء اشتغلت معاهم كمديرين فنيين ليا، فما عنديش اي مشكله في كل الاسماء اللي مطروحه زي ما انت بتقول، الخمس ست اسماء السبع اسماء اللي احنا عمالين ندور حواليهم كلهم. طبعا انا ما عنديش اي، بالعكس كلهم انا بحترمهم وكلهم انا بقدرهم، ولكن انا بتكلم على شيء اهم شيء اهم هو اللي يخلي المنتخب قوي. خلي بالك احنا ليه كان عندنا منتخب قوي قبل كده؟ احنا كان عندنا دوري منتظم، كان عندنا منافسه قويه ما بين عده انديه وما بين بعضها، لو تفتكر انديه الشركات اللي طلعت وقت من الاوقات وكان عندها لعيبه قويه زي مثلا حرس الحدود، زي ام بي، زي بتروجيت، لو تفتكر كان في منافسات قويه، انما ده اللي خلى في قوه، ده اللي انتظام البطوله نفسها تمام، ده اللي خلى فيه. فده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا نفكر لحال الكره المصريه، مش ان احنا النهارده. وخلي بالك انا لما بقول النهارده كفاءات، على فكره مش لازم ان النهارده اللي ممكن يدي كره القدم لازم يكون حد لعب كوره، على فكره ممكن يكون حد اداريا يكون افضل، لان الموضوع برضو ممكن يكون الحس الكروي ده ممكن يكون مطلوب اكتر في الفنيات، تمام، ولكن في الاداره ممكن ما يبقاش بالشكل ده. تمام. فنتمنى ان شاء الله يعني التوفيق لاي حد موجود، لاي حد هيكون موجود مع المنتخب، لاي حد هيجي، اي مضيف، ان كلنا هندعمه وهنقف وراه ايا كان الاختيارات مين يعني. طيب اخبار